أهلا بكم. جماعة الحوثي اليمنية تحت قائمة الإرهاب العالمي من جديد، لكن لماذا تم رفعها أساسا؟ بعد الأزمة اليمنية في عام 2011 ومحاولة الحوثي الاستيلاء على الحكم من الحكومة الشرعية، قررت أمريكا برئاسة ترامب حينها إدراج الحوثي في عام 2021 على لائحة الإرهاب بسبب أنشطتها المزعزعة وارتباطها بإيران. لكن أمريكا ترامب ليست كأمريكا بايدن الذي قرر فور وصوله للمنصب رفع الحوثي عن القائمة لأسباب إنسانية ولتمكين الشعب اليمني من وصول المساعدات إليه، اعتبرت بوقتها خطوة متخبطة وجاءت لمصلحة الجماعة لفك الخناق عنها. وبعد الحرب على غزة وقرار الحوثي بمهاجمة السفن التي تمر أمام البحر الأحمر ولها علاقة بإسرائيل، قرر بايدن إعادة إدراج الجماعة على ذات القائمة بشرط ألا تؤثر على المساعدات الإنسانية وآلية وصولها للشعب اليمني. هل أخطأت إدارة بايدن عندما رفعت الجماعة عن لائحة الإرهاب؟ ولماذا قررت إعادتها الآن؟ هل فعلاً بسبب هجماتها على السفن أم لأسباب أخرى؟ وهل يعتبر القرار الآن لصالح الجماعة ولتحسين صورتهم؟ وكيف سيؤثر القرار على جهود دمج الجماعة في المجتمع الدولي من جديد؟ هل سيوقف الحوثي هجماته على البحر الأحمر بعد وضعه على اللائحة؟ والهجمات العسكرية التي تنفذها أمريكا وبريطانيا عليه؟ أم الحل يكون بطرق أخرى؟ وما هي؟ بعد أن قامت بإزالتها لأسباب إنسانية قبل 3 سنوات، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة الكيانات الإرهابية بسبب هجماتها المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفاً خاصاً، وأضاف أنه يجب محاسبتهم على أفعالهم، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين في اليمن. وتعهد الحوثيون على الفور مواصلة هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر عقب القرار الأمريكي، وتعهدوا أيضاً بالرد على أي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن. من جهته، أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سالفيان أنه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور. يأتي إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات الإرهابية في إطار استراتيجية واشنطن للضغط عليهم، والتي تضمنت تنفيذ أعمال عسكرية ضدهم. وشنت القوات الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي غارات استهدفت 30 موقعاً في اليمن، واستهدفت القوات الأمريكية في وقت لاحق قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي أيضاً إنه ضرب موقعاً للرادار. ورداً على هذه الضربات، أعلن الحوثيون أن المصالح الأمريكية والبريطانية باتت أهدافاً مشروعة، وواصلوا شن هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الآن نبدأ حوارنا مع ضيفنا من عمان الأستاذ حسن أبو هنية، خبير في شؤون الجماعات المتشددة، ومن لندن الدكتور وفيق مصطفى، رئيس المنظمة العربية البريطانية. أهلاً بكما. وأبدأ معك أستاذ حسن وأسأل، ماذا يعني بالنسبة للحوثيين إدراجهم على قائمة الإرهاب بوقت ترامب وبعد ذلك بوقت بايدن؟ أول قرار اتخذه ورفعهم من القائمة وقال لأسباب إنسانية، وبعد هذه الفترة الآن بايدن بنفسه أعاد إدراجهم على لائحة الإرهاب. لا شك أنه هذا يشير إلى نوع من الخلاف داخل البيت الأبيض وداخل الجمهوريين والديمقراطيين. لا ننسى ترامب هو وضع
الجماعة في الأيام الأخيرة، في الأيام العشر الأخيرة من ولايته، وكانوا 2 يناير 2021، وكان هناك خلاف حتى بين الجمهوريين وكذلك بين الديمقراطيين. ولذلك هناك إشكالات في التصنيف الأمريكي لقضية الإرهاب. يجب أن نعلم بأن قضية الإرهاب في النهاية هي مبنى سياسي اجتماعي، بمعنى هي أنها تخضع للمصلحة الأمريكية. ولذلك يناط التصنيف دائما بوزارة الخارجية بشكل أساسي، ولذلك ويجري مراجعة دورية لهذا التصنيف بحسب ما مدى يعني تأثير هذا التصنيف على المصلحة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كان هناك اعتقاد لدى إدارة ترامب بأن هذا التصنيف سوف يساهم بطريقة أو بأخرى في ضمان مصالح الأمريكية، ولكن هذا ما جادل فيه جو بايدن بالأيام الأولى ورفع الجماعة عن هذا التصنيف. ونعلم أن هناك خلافات بما حول التصنيف، وبالتالي ماذا يترتب على هذا التصنيف. وشاهدنا الآن يصنف تصنيف إرهابي خاص، ليس جماعات كمنظمات إرهابية بموجب الأمر التنفيذي 13/2224 اللي هو وضع بعد 11 سبتمبر، ولكن بموجب أمر تنفيذي آخر. ولذلك أعتقد بأنه هنا يشير إلى نوع من الخلافات داخل الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية حول جدوى، لأنه في النهاية مرتبط بتحقيق أو تحقق المصالح، لأنه هذا معروف بأنه هذا التصنيف اللي أعاده الآن جو بايدن يشير بأن هناك يعني تأثير أو ضرر بالملاحة الدولية وتحديدا بالمصالح الأمن القومي الأمريكي في هذا السياق. ولذلك مع ذلك لا يزال خلاف، لأنه نعلم بأن هناك مشكلة قد يترتب عليها يعني كبيرة في قضية المساعدات، وهذا كانت اعتراضات الأمم المتحدة، لأنه إذا صنفت مجموعة كمنظمة إرهابية سوف يعني تخضع كل المؤسسات أو الدول والجماعات والأفراد لعقوبات. وهذا أعتقد يعني ما جعل الآن تصنيف خاص، بمعنى لا تتم ملاحقة جنائية للأفراد الذين يتعاملوا مع المجموعة. طيب دكتور وفيق، أرحب بك مجددا وأسأل عن نقطة، يعني هناك من يقول بأنه بايدن عندما رفع الحوثي في عام 2001 عند توليه المنصب عفوا، رفع بايدن الجماعة ليس لعدم جدوى وجودهم تحت قائمة أو لائحة الإرهاب، وإنما نكاية بالدول التي كانت على خلاف كبير مع الحوثيين، وخاصة نتحدث عن منطقة الخليج. الآن هو يحاول كسب ود هذه الدول وتهدئة الأمور أكثر في البحر الأحمر، لذلك أدرجهم من جديد. تؤيد هذا الطرح أم لديك يعني رؤية أخرى حول الموضوع؟ هي الحقيقة أن محاور الصراع في الشرق الأوسط تتغير بسرعة كبيرة لأول مرة في آخر 70 سنة، والولايات المتحدة الأمريكية تقيس الأمور وتعيد تقييم الأمور باستمرار بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة أن هذه المرة الصراع يختلف. بالنسبة للحوثيين، الحوثيين كانت جماعة إلى حد ما متطرفة وعنيفة ومحتوية إلى حد ما، ولكن هذه المرة خرجت عن هذا الاحتواء، وبالتالي التصنيف تغير تباعا بصرف النظر عن الجمهوريين أو ديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن محاور الصراع هي أساس تقييم الحديث لما يحدث في الشرق الأوسط بالنسبة للحوثيين وبالنسبة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان، وكذلك بالنسبة لحماس. أعتقد أن الأمور تتغير جدا، وخاصة أن أطراف الصراع نفسها تغيرت. كان متعودين إحنا أطراف الصراع في الماضي كان حزب البعث بتاع سوريا وعبد الناصر أو الناصرين، ما إذا كنا زي القذافي وغيره، ولكن الأمور تغيرت. أصبحت الدول الاعتيادية في الصراع زي بعث سوريا وسوريا ومصر خرجت على الصراع، وليبيا، وتحول الصراع إلى جماعات أو ممكن أقول عصابات إرهابية زي حماس. والحقيقة علينا أن نعرف أن الشرق الأوسط يتحور بسرعة ويدخل في مرحلة جديدة ولا نعرف حسبها. وأعتقد أن موقف جامعة الدول العربية يجب أن يعاد النظر فيه. هل جامعة الدول العربية ساعدت على نمو الدول العربية، على تقارب الشعوب، على حماية المواطن العربي، أو هي جامعة تفكيك للدول العربية
ومن هنا أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر في وجودها إذا كانت مفيدة أو غير مفيدة بالنسبة للدول العربية. طيب أستاذ حسن، أود أن أسألك عن نقطة، أنه هل هو الخطأ كان عندما أدرج ترامب الحوثيين على لائحة الإرهاب وكان يجب أن يتخذ أسلوب آخر معهم، أم لا الخطأ كان من بايدن عندما رفعهم من القائمة والآن أعادهم إلى القائمة؟ هو الخطأ من البداية بالتعامل مع كل ما حدث في اليمن، لأنه هو نحن نعلم في ذروة الصراع عندما سيطر الحوثيين في 2015 على العاصمة صنعاء، ثم بعد ذلك تشكل عاصفة الحزم في ذلك الوقت بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وما يسمى التحالف الدولي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني منخرطة في هذا التحالف بطرائق عدة، ولكن مع ذلك لم يتم تصنيف الجماعة في ذلك الوقت اللي كانت هناك حملة لمحاولة يعني إخراج هذه الجماعة من، وبالتالي عودة الحكومة الشرعية حكومة عبد الرب هادي منصور، وبالتالي يعني كان الخلل واستمرت سنوات، ولكن فيما بعد إنه المجموعة أصبحت أمر واقع، أصبحت تسيطر على اليمن وفشلت يعني مستويات عديدة. وفي ذروة الصراع نعرف إنه 2019 عندما يعني ضربت الحوثيين في أرامكو في السعودية تعطل نصف الإنتاج النفطي، ثم بعد ذلك ضربت الإمارات، لم تكن كان هناك قلق وهناك عدم رضا من قبل السعودية والإمارات عن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يعتبر يعني متهاونا مع الحوثيين ولا يقدم الدعم الكافي لجماعة تتوافر على كل شروط تصنيفها كمنظمة إرهابية. كانت حجة الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا يمنع المساعدات الإنسانية وأنه سيعيق يعني سيؤدي إلى 23 مليون في اليمن يضعوا يعني يصبحوا تحت ربما مجاعة في أكثر بلد، أكثر البلد الأكثر فقرا في العالم. وبالتالي أعتقد أنه مع التحولات يعني أصبحت هناك الولايات المتحدة الأمريكية ليست هناك سياسة واضحة، لأنه كل ما كان يهمها في اليمن هو مسألة الإرهاب، وكانت التركيز على جماعة الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الدولة الإسلامية، وبالتالي لم يعني أهملت التصنيف واعتبرت الحوثيين بطريقة أو بأخرى شركاء في الحرب على الإرهاب. يعني هذا ما حدث مع الحشد الشعبي اللي تشكل في العراق، وبالتالي لم يصنف كمنظمة إرهابية، وبالتالي هناك مشكل في تصورات الأمريكية حول قضية الإرهاب لأنها تقيسها تبعا لمصالحها. كان يعتبر في اليمن الخطر الأكبر هو القاعدة اللي كانت يعني تعتبر الخطر الأكبر، ثم تنظيم الدولة، وهذا أدى في النهاية إلى خلاف بين السعودية والإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن كما نرى ترفض السعودية والإمارات الدخول في هذا التحالف، بل ترفض تصنيفه لأن هناك خطوط خلفية بعد أن خبرت هذا الإزدواجية الأمريكية وعدم الوضوح في التعامل. هو مع هذا السؤال إذا تسمح لي أستاذ حسن، أنت قلتها يعني عندما كان الموقف العربي والخليجي موحد ضد الحوثيين أمريكا قررت فجأة التهدئة عكس هذه الرؤية الخليجية. الآن عندما الرؤية الخليجية ذهبت، وخاصة إذا تحدثنا عن السعودية مع التهدئة مع الحوثي والدخول بمسار سلام وحل الأزمة في اليمن، فجأة قررت أمريكا أن تذهب إلى لغة تصعيدية مع الحوثيين، هذا كيف من الممكن أن يتم تفسيره؟ هذا يفسر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مصالحها وليس مصالح هذه الدول، ولذلك يعني كان واضح أن السعودية رفضت الدخول في هذا التحالف وكذلك الإمارات، وأنها هذا سيعطل، وخصوصا أن العام الماضي دخلت في بوساطة صينية بعودة العلاقات مع إيران، وهناك خطوط خلفية للتواصل مع الحوثيين. يعني لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، كان يهمها فقط في اليمن هو ما يسمى تنظيم القاعدة وداعش، ولم يكن تهتم بهذه المجموعة، بل تعتبرها بطريقة أو بأخرى شريكة في الحرب على الإرهاب. وبالتالي الآن عندما تبدلت مصالحها وخصوصا مع وجود إسرائيل في قضية واضحة، أن الحوثيين في النهاية ليست مجموعة من القراصنة، هم مجموعة الآن بحكم الأمر الواقع هم مجموعة يعني دولة. وبذلك الدول الخليجية هي تدرك مصالحها جيدا، أنه هذا الأمريكا لا يخدم لا الاستقرار في المنطقة على الإطلاق، بل أنه يزعزع الاستقرار، وإضافة هذه المجموعة على قائمة الإرهاب لا يقدم أي شيء. يعني إيران مصنفة
كدولة راعية للإرهاب والحرس الثوري وكلها، والآن السعودية دخلت معها. في النهاية هذه التصنيفات تتبع المصالح، ولذلك السعودية أو دول الخليج ليس من مصلحتها أعتقد يعني الآن، يعني لا يقدم، بل على العكس، هذا الآن هو وصفة لزعزعة الاستقرار في المنطقة في بحسب السعودية أو بحسب الخليج، وهذا واضح من خلال كل هذه السنوات عندما وضعت كل ثقلها وأنفقت مليارات الدولارات في اليمن دون أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعم حقيقي، بل على العكس كما قلت كانت رؤيتها أن المزعزع الاستقرار هو القاعدة وداعش، وبالتالي الحوثيين شريك غير مباشر كما حدث في العراق، كما حدث في سوريا وفي بعض المناطق. إذن أمريكا تنطلق من مصالحها ما تعرفها كمصالح وطنية قومية، ولكن بالتأكيد أن الدول العربية والخليجية لها رؤية مغايرة. نعم، سأعود لك أستاذ حسن وللدكتور وفيق ولكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل لإكمال الحديث حول الملف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أعود لك دكتور وفيق وأسألك عن نقطة، يعني بعهد ترامب وضعت الجماعة الحوثيين على لائحة الإرهاب، هذا مفهوم، هذه سياسة الجمهوريين، لكن عندما تولى بايدن وهو من الديمقراطيين رفعهم، ربما أيضا هو تغيير في السياسة، لكن عندما أعادهم من جديد هناك من يرى أن الموضوع لا يتعلق بجدوى وجود الجماعة على اللائحة أو لا، الأزمة هي ما بين الديمقراطيين أساسا، الخلافات كبيرة ولذلك تم رفعهم والآن أعادوهم إلى اللائحة. والحقيقة تغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية يخضع لمراجعة الميزان السياسي العالمي خاصة في الشرق الأوسط. يعني يوم 7 أكتوبر في العام الماضي هو الفيصل في قرار الولايات المتحدة الأمريكية وليس شيء آخر. يعني عملية مذبحة جنوب إسرائيل من مجرمي غزة حماس عملت مشكلة كبيرة جدا، وأعتقد الحرب الخامسة والنهائية في الشرق الأوسط. يعني هي مش حرب بين حماس وبين إسرائيل أو بين حماس وإسرائيل والحوثيين لا، دي حرب أعرض من كده بكتير، ده حرب تغير كل الشرق الأوسط. يعني لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث اللي هو 70 سنة تقريبا، الحرب الدول العظمى لا تقف مع حماس ومع الدول العربية المجابهة زي اليمن وغيرها. يعني تعدي روسيا واخدة موقف محايد، الصين واخدة موقف محايد، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا واخدة موقف مع إسرائيل، وإسرائيل تقوم بحرب كبيرة جدا لا يمكن أن ننظر إليها أنها حرب جانبية، حرب صغيرة، دي أكبر حرب في الشرق الأوسط منذ 67. يعني علينا أن ننظر، قناة السويس ممكن تتغير ظروفها وتغير مسارها كمسار مالي عالمي خاصة في خلق محاور جديدة بين الإمارات والسعودية وإسرائيل. لأول مرة حرب في منتهى الخطورة جدا لا يجب أن نحصرها بين جماعات إرهابية وإسرائيل إطلاقا، تعدد الحدود هذه. وعلينا أن نفهم كذلك أن عدد القتلى في جنوب إسرائيل يعادل 10 أضعاف ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الأبراج بن لادن في 9/11. فأعتقد أن الأمور تتغير بسرعة جدا والشرق الأوسط الجديد يتكون، وعلينا أن ننظر إليها من هذه الزاوية وليس من زاوية ضيقة زاوية اليمن الحوثيين أو زاوية حماس. أو هم دايما الحرب تبتدي من طرف، حرب 67 ابتدت من عبد الناصر قفل قناة السويس وقفل مضايق تيران وعمل فيها عنجاهي، وبعدين قامت حرب غيرت الشرق الأوسط تماما. هذه الحرب ستغير الشرق الأوسط مرة أخرى، ولكن بطريقة أعتقد إيجابية. كيف إيجابية هذه الحرب؟ كيف إيجابية؟ أقول لك هتكون إيجابية إزاي؟ هي نهاية الدكتاتورية العربية والانقلابات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الأبد. هي خلق محاور جديدة، أن مثلا دول زي الإمارات والسعودية وإسرائيل تستعمل محاور إلى تنظيم جديد في الشرق الأوسط، ومعاهم البحرين ولحد ما تركيا. إيران هتخرج عن اللعبة، تخرج
عن اللعبة نفسها. أعتقد أن مصر خرجت، البحث انتهى، السوري العراق انتهى تماما. أعتقد دي عملية مرحلة، الشرق الأوسط مر بخمس حروب بين إسرائيل وبين الدول العربية، ومر بخمس حروب داخلية زي حرب اليمن في 62 السعودية ومصر دخلوا فيها. مصر هي السبب الأساسي في حرب 62 في اليمن، حرب العراق مع الكويت، حروب شمال أفريقيا. أعتقد أن الشرق الأوسط في حاجة إلى تغيير عقلاني وجذري وسياسي كبير، وإلا قد ينهار ومصيره في مفترق الطرق. طيب بأستاذ حسن، هل تؤيد ما قاله الدكتور وفيق؟ إذا يعني عمقنا الحديث ولم نتحدث فقط على الحوثي، ترى أنه فعلا ما يجري الآن في المنطقة هو يعني حرب، يعني هي استكمالا لحروب جرت في المنطقة، لكن بما أنه نحن في عصر التغيير وعصر السرعة وعصر التكنولوجيا، فنحن في حرب مباشرة لكن بأساليب متطورة، ليس كالتي مثلا جرت في عام 2003 في العراق، أو بعد ذلك الأزمات التي مرت على الوطن العربي، ولا حروب 67 وإلى آخره، حرب بتكنولوجيا متطورة بالمسيرات وغيرها. نعم، هو حرب، الحرب لم تنقطع، تاريخ العالم كله تاريخ حرب، يعني هذا شيء طبيعي، ودائما الحروب هي التي تأتي بالتغيير. لكن الحروب يعني أعتقد بأنه هو كيف سيكون، أن نعلم أنه هذا الحرب ليست حرب، يعني في النهاية إسرائيل لم تكن 7 أكتوبر هي حدث فريد خارج من التاريخ، ونتاج لأكثر من 100 عام من هالحرب و75 عام على وجود النكبة الفلسطينية، وبالتالي استمرار لنكبة، هناك احتلال استعمار استيطاني احتلالي، وهناك قرارات أممية من 4238 عشرات القرارات بأن هذا هناك احتلال، وبالتالي هناك مقاومة، وهذا هو جوهر الصراع في المنطقة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية نعلم بأنها تريد أن تهيمن على المنطقة، يعني منذ 2018 استراتيجية الدفاع الوطني، عندما تغيرت الحرب الأبدية على الإرهاب وبدأ أن هناك تحول باتجاه الصراعات الجيوسياسية، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو آسيا المحيط الهادي أو المحيطين الهادي والهندي لمحاصرة الصين باعتبارها العدو أو المنافس الأكبر ثم روسيا، لم تعد هناك اهتمام بالشرق الأوسط، وبالتالي أرادت أن ترتب موضوع الشرق الأوسط، تكون إسرائيل هي القائدة في المنطقة من خلال ما يسمى يعني التطبيع أو اتفاقات الإبراهيمية، وهذا ما قاله جاك سيلفان، يريد شرق أوسط جديد تكون فيه إسرائيل جزء من المنطقة وهناك دولة فلسطينية، وبالتالي يعني يعاد ترتيب المنطقة. لكن هذه المشكلة، ونعلم أنه في 7 أكتوبر أن الولايات المتحدة الأمريكية نظرت إلى هذه الحرب كأنها حربها، وذلك أرسلت السفن الحربية ودعمت إسرائيل ماديا اقتصاديا عسكريا، لأنها تعتقد أنه هناك مشكلة وخشية من توسع الصراع في المنطقة، على اعتبار أنه ما يسمى محور المقاومة بقيادة إيران، وبالتالي كل يريد الآن أن يرى هذا الشرق الأوسط الجديد. لكن أعتقد بأنه الأمور تنهار، لا تستطيع حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على الوضع، إسرائيل غير قادرة على تحقيق أي نصر في غزة. هو هذا أستاذ حسن، هو هذا السؤال، يعني على الأقل إذا تحدثنا علنا فهي أمريكا إلى الآن مع أنه حل الدولتين وأنه هذا الحل الأمثل، وهي ضد التهجير الفلسطينيين وإلى آخره، لكن إسرائيل هي غير موافقة، وهذا جزء من تعميق أساساً الأزمة، هذا التشنج والتطرف بالمواقف في حكومة نتنياهو. أم هو بالخفاء حتى أمريكا هي ضد حل الدولتين؟ نعم، هو يعني في الظاهر نعلم الجمهوريين الديمقراطيين تاريخياً هو مع حل الدولتين، لكن المشكلة بأن حل الدولتين تم يعني نوعا ما التخلي عنه أو إعادة تفسيره مرة أخرى، عندما تحدث مع صفقة القرن 2017 أصبح الحديث عن تحسين أوضاع اقتصادية وبالتالي إدارة وليس عملية دولة، ولأنه على مدى سنوات منذ أوسلو 1993 اتفاقية إعلان المبادئ في سبتمبر لم تفضي إلى أي دولة، بل على العكس الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في إفشال أي حل الدولة. لأنه إذا نظرت مثلا في الضفة الغربية وقضية الاستيطان عند أوسلو 93 كان هناك فقط 100,000 مستوطن، الآن نتحدث عن أكثر من 250 بؤرة استيطانية، أكثر من 750,000 مستوطن،
الآن هذه كيف سيكون تفكيكها، بالإضافة طبعا إلى مصادرة، يعني نحن نتحدث عن فلسطين التاريخية هي فقط 67-22%، تم الآن السيطرة على أكثر من 11 من هذه الـ 22% من قبل المستوطنين والمستوطنات، وكذلك هناك 450 حاجز، وكذلك الجدار العازل، إذن ونظام الأبرتايد والفصل العنصري. إذن تم إفشال ليس فقط من، يعني إسرائيل أفشلت هذا مع وجود اليمين المتطرف الصهيونية الدينية بن غفير سموتريش اللي يطالب بالحل النهائي، بمعنى التهجير، تهجير سيناء إلى غزة إلى سيناء والضفة الغربية إلى الأردن، وعدم الاعتراف بالسلطة الفلسطينية. هذا هو جوهر، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها تقول محل الدولتين، لكنها على الأرض لم تتخذ أي إجراءات حقيقية للضغط على إسرائيل على الإطلاق. ونحن نرى نتنياهو وحكومة الحرب يقول أن لا للدولة الفلسطينية، وهذا هو جوهر الصراع في المنطقة الذي مزعزع. وهذا يعيد مرة أخرى قضية الترتيبات الأمريكية للشرق الأوسط وما يسمى صفقة إبراهيمية، أنها كانت قامت على أساس أن المزعزع في الاستقرار ليس إسرائيل، بينما الآن يظهر بأن من يزعزع الاستقرار في المنطقة واضح أن إسرائيل، وهذا الكيان الذي هو فاشي عنصري مع حكومة يمينية متطرفة ترفض إعطاء أي حق للفلسطينيين، هو من يزعزع الاستقرار، وهذا ما بدأت تدركه حتى الدول التي صارت في مسار التطبيع، وهذا ما يجعل السعودية توقف هذا المسار. طيب دكتور وفيق، أعود لك بتساؤل حول الحوثي تحديدا، يعني هل فعلا بايدن أو البيت الأبيض الآن عندما أعادوا إدراج جماعة الحوثيين على لائحة الإرهاب بسبب هذه الهجمات التي يقومون بها في البحر الأحمر وتعطيل الملاحة الدولية، أم لا الأسباب أخرى؟ أي أسباب معقدة طبعا، مش بس مجرد الملاحة، هم يمثلوا تهديد على الشرق الأوسط بأكمله، تهديد على إسرائيل، تهديد على السعودية، تهديد على الإمارات، تهديد على اليمن نفسها. لا يعني أنا لا أتفق مع الأخ أتكلم أن فلسطين التاريخية، لأن الشرق الأوسط كله تكون 1922 بعد السقوط الرسمي للإمبراطورية العثمانية التركية، ولم يكن هناك دول عربية قبل 1922. والحقيقة فلسطين يعني كان مقصود منها تقسيم سايكس-بيكو أن تكون دولة متعددة الأديان وخاصة اليهود. وعلى سبيل المثال أبو أحمد الشقيري أو رئيس المنظمة التحرير الفلسطينية كان يعمل مع المنظمات الصهيونية وعائلتنا الشيبة وغيرها. أنا أعتقد أننا علينا أن نكون واقعيين، أن العملية ليست مجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتلاعب بالشرق الأوسط، أن هناك خطر على الشرق الأوسط. الشرق الأوسط هو البؤرة الوحيدة في العالم الباقية بمشاكل وحروب مستمرة. يعني أفريقيا استقرت، جنوب أمريكا استقر، شرق أوروبا استقر، وآسيا استقرت، حتى الفلبين مستقرة عن أي دولة عربية. أنا مش شايف أن مصر اللي يكون عندها جيش أكثر من جيش روسيا، مش شايف. عشان كده أنا بعتقد أن الشرق الأوسط محتاجة إلى إعادة تقييم وضغط من الدول العظمى زي لكن أمريكا. لكن أفريقيا أيضاً الآن مشتعلة دكتور، إذا تسمح لي. أفريقيا مشتعلة؟ نعم. أفريقيا مشتعلة؟ يعني ومنطقتنا أيضاً مشتعلة. أنا كنت في دافوس أول مبارح. الدول الأفريقية لها تأثير كبير جداً في دافوس، مؤتمر دافوس في سويسرا. نعم. ما تلاقيش لها تأثير لبعض الدول العربية. الدول العربية الموجودة كانت الإمارات، كانت قطر، وكالسعودية لعبت دور كبير. أنا مش شايف تأثير دول شمال أفريقيا، يحتمل كان موجود بس كان قليل جدا. فأنا أعتقد أن الدول العربية، أنا حتى عايزة يعني عشان كده بديت قلت هل جمع الدول العربية قرار ونقمة على الدول العربية، أو يجب حلها، أو يجب إعادة تقييمها كذلك وخلق دول جديدة. لأن أنا أعتقد أن قد خلق محاور جديدة، لأن المحور الإماراتي السعودي الإسرائيلي معناه نهاية فشل الجامعة الدول العربية وفشلها كتجمع، زي تجمع الكومنولث البريطاني قوي، تجمع أفريقيا قوي، تجمع جنوب أمريكا قوي، ليه العرب هم ضعاف؟ أننا هنستخدم طريق الكلام البعث القديم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد خير الدول العربية، ده كلام ليس له علاقة. وخاصة أن سوريا نفسها استقلت سنة 46، يعني 18 شهر قبل إسرائيل.
والناس، أنا رحت إسرائيل عدة مرات وقابلت الناس في حيفا العرب مستقرين جدا وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي. أنا ما شفتش أعضاء في مصر في البرلمان المصري منتخبين كلهم معينين. فأنا أعتقد أننا علينا أن نكون صرحاء مع الشعوب العربية ونقول لهم أن نهاية الانقلابات العسكرية والحكم العسكري والديكتاتورية انتهت إلى الأبد في الدول العربية، وإلا الدول العربية ستنهار نفسها كدول. وكما نرى أن هذه الحرب ليس فيها سوريا، ليس فيها مصر، ليس فيها العراق، كل المنقلبين فيها جمعيات الحوثيين، حزب الله وحماس، يعني نون ستيت اكتورز زي ما بيقولوا باللغه العربيه. وبالنسبه لدوله الحال دولتين، اعتقد ان مشروع دولتين انتهى، لان لا اعتقد ان هناك علاقه بين الضفه الغربيه وغزه. غزه تميل الى العقليه المصريه، الضفه الغربيه تميل الى العقليه الاردنيه السوريه. فاعتقد انه ليس هناك تقارب، والدليل على كده هم منقسمين من 30 سنه تقريبا، ما لهمش علاقه ببعض. طيب و طيب إذا تسمح لي دكتور وفيق، إذا تسمح لي سأعود لك بعد قليل لأنه وقت الفاصل، ولكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نكمل الحديث حول ذات الملف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضمن فقرة الرأي رأيكم سألنا المتابعين على منصاتنا في مواقع التواصل، كيف سيؤثر إعادة إدراج جماعة الحوثي كجماعة إرهابية مرة أخرى على الوضع في باب المندب؟ تأجيج الوضع بنسبة 64%، لا تغيير يذكر على الوضع بنسبة 30%، أم نزع لفتيل الأزمة بنسبة 6% فقط؟ أستاذ حسن، أعود لك بهذا التساؤل وهذه النسبة من آراء من صوتوا على هذا التساؤل، مع أي رأي تذهب؟ لا بالتأكيد أعتقد حتى النسبة قليلة، 64% أعتقد أنها ضعيفة. أعتقد أن وضع جماعة الحوثيين على عهد الإرهاب سيؤجل الأمر بشكل أكثر عمقا، وهو أصلا بدأ. ما هي الفائدة الموضوعية سوى هناك إسناد هذه المستعمرة الاستيطانية إسرائيل؟ حديث عن تعطيل الملاحة والحديث عن كذا، نحن نعلم بأنه فعلا واقع الأمر أن الحوثيين يستهدفون السفن المتجهة إلى الكيان الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، اللي يبدو ضيفك معجب بهذا النموذج. هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري هو سبب عدم الاستقرار في العالم العربي والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية هي مساهمة في هذا الزعزعة في الاستقرار. هذا ليست فقط في الشرق الأوسط، لأن مجموعة قبل أن تولد وتوجد الحوثيين كان هناك مشاكل بسبب هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري. الآن كل الاستطلاعات في كل في العالم حتى في أمريكا يبدأ هناك تغير في السردية، يجب هناك إقامة حل، على أقل حل عادل وسياسي لهذه المنطقة. هذه الأمور لم تبدأ من 7 أكتوبر، وهذه الكيان الاستيطاني الاستعماري يقوم على الإبادة، الآن يحاكم في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبالتالي يعني لا أعرف ما من هذا، يعني الضيف يعني يتحدث حديث غريب وهو عجيب. وبالتالي أعتقد يعني هي بالتأكيد أنه هذا هو واضح. هو لماذا؟ لماذا لم تدخل حتى دول ولا الأمم المتحدة في هذا التحالف؟ لأنه يعرف أنه هذا مصالح أمريكا، تريد أن تحافظ على الأمن والاستقرار وحليفتها في المنطقة الاستراتيجية إسرائيل. العالم العربي مثل السعودية قدم مبادرة عام 2002 للحل في على أساس حل الدولتين وعلى أساس القرارات الأممية 242338. هذا هو ما يقوله العالم، وكل غير ذلك هو هراء. وبالتالي هي ليست لحماية أمن المنطقة. نحن نرى بالعكس هذا التصنيف، السعودية الخليج معترضة عليه لأنه فعلا يزعزع هذا الأمن والاستقرار ولا يقدم أي فائدة إلا لإسرائيل لا أكثر ولا أقل. وحتى استهداف الحوثيين من قبل أمريكا وبريطانيا أزعج كثير من الدول، ليس لأنهم قصفوا الحوثي فقط، وإنما لأنه الأوضاع هي أساسا متوترة في المنطقة وخاصة في البحر الأحمر، وهذا القصف يؤجج الوضع أكثر. دكتور وفيق، أسألك عن نقطة بريطانيا تحديدا بحكم معيشتك هناك وعملك كرئيس المنظمة العربية البريطانية واطلاعك على ما يجري. ربما لماذا الآن بريطانيا أقحمت نفسها بالأزمة وتحديدا مع الحوثي؟ يعني لم تقحم نفسها مثلا مع حزب الله في لبنان أو مع الميليشيات في العراق أو سوريا أو حتى إيران نفسها، لماذا مع الحوثي الآن قررت الدخول بهذا التحالف وقصف الحوثيين أكثر من مرة؟
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعملوا معا يدا بيد. والحاجة زي ما أنت قلت في بداية البرنامج أن هذه الحرب حرب إلكترونية، حرب على الهواء، حرب على الإنترنت، كلنا بنشوف حرب الفيسبوك، حرب الديب فيك، حرب الفوتوشوب. فيعني احنا مثلا بنشوف نتنياهو في وسط غزة ويقول لك وسط غزة، والناس تقول لك ده حماس بتنتصر مثلا. فيعني عملية خبل زي مش ده، انا مكان في وسط سيناء ونقول لك مصر هتنتصر في 67. الخبل ده لازم ينتهي ولازم نكون واقعيين. اسرائيل دولة موجودة وفيها عرب، وانا قابلت عرب، والجولان مثلا على سبيل المثال، هل الجولان تحارب لتعود الى سوريا؟ الجولان مع اسرائيل دلوقتي. واكشلي معظم يعني النسبة العالية من القتلى الجنود هم من الجولان في هذه الحرب نسبيا يعني. فنعتقد أننا علينا أن نكون واقعين ونقول للشعب العربي، الشعوب المصرية والشعوب كلها، أن الحرب تختلف عما كان يتصور في الجزيرة. هو أكيد يعني أكيد الأساليب كما قلناها في البداية، أساليب الحروب تغيرت الآن مع هذا التطور والتكنولوجيا. لكن أنا سؤالي يعني تحديدا أنه حتى وإن كانت حليفة استراتيجية بريطانيا لأمريكا، لكن لماذا مع الحوثيين تحديدا؟ يعني لماذا لم تقصف حزب الله؟ مع العلم حزب الله كان جزء من الأزمة حتى قبل ما يجري في قطاع غزة وما قامت به حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي. لماذا قررت أن تقصف الحوثيين تحديدا؟ أنا أعتقد الخطر على الملاحة الدولية من الهند إلى البحر المتوسط والمحيط كذلك، ده من العوامل. لأن أعتقد أن حزب الله لحد ما في جنوب لبنان عنده نوع من العقلية ونوع من العقلية التأمرية القوية اللي هي complicated باسس البعثية القديمة. اليمنيين لسه داخلين في العراق في العالم العربي، حتى ما تبص على البيانات اللي بتطلع واحد بتلبس يقول لك والقيادة اليمنية العظيمة والكلام ده، هتلاقي كل ده الكلام ده ما بيحصلش في الناس بتوع حزب الله. فنعتقد ان ده هذا السبب. علينا ان نكون واقعيين ان العالم العربي لازم يتغير. حكاية أن يقول لك حل الدولتين حل ثلاث دول، ده كله ده كلام تضيع وقت. ياسر عرفات ده مولود في مصر ومصري، اللي قبلي الشكيري كان أبوه يتعامل مع الجماعات الصهيونية. وبعدين كمان لازم نعرف أن كلمة الصهيونية وكلمة العربية جم مع بعض. القومية العربية والقومية الصهيونية بدوا من حوالي 130 سنة 120 سنة معا، وكانوا عاملين تحالفات مع بعض. فحكاية يعني افرض نتصور ان الخديوي عباس بتاع مصر من 120 سنة اعطى سيناء لاسرائيل او اليهود، هل المصري كان حارب ولا عارف في سيناء تبع مصر؟ لا، ده المصري ممنوع يدخل سيناء حتى اليوم، حتى النهاردة يعني. فنعتقد علينا ان نكون واقعيين ونبطل بقى شغل الفزلكة بتاعت حزب البعث الاشتراكي العربي طيب. العراقي. وهي المشكلة يا دكتور وفيق بأنه يعني حتى وإن كانت دول عربية كثيرة بادرت لتحقيق ما أنت تتحدث عنه عفوا وهو السلام، لكن إسرائيل تحديدا بقيادة نتنياهو هي التي يعني أججت الوضع أكثر، ليس فقط فيما يتعلق بغزة، حتى قبلها يعني لم تكن عامل تهدئة، على عكس ربما الحكومات السابقة كانت أفضل يعني بحسب التقارير. فهذه أزمة أخرى. لكن دعني أسألك أستاذ حسن، أنت برأيك إذا تحدثت عن دور بريطانيا في هذه الأزمة وما يجري في البحر الأحمر، هل فعلا بريطانيا قصفت الحوثي تحديدا لأنه بدأ يؤثر على الملاحة في البحر الأحمر، ولذلك هي لم تتدخل مع إسرائيل أو أمريكا ولم تقصف لا حزب الله ولا الميليشيات في العراق أو سوريا؟ ما أعتقد بريطانيا نعلم أنها تدفع الولايات المتحدة. هذا الحلف الأنجلوساكسوني التاريخي الموجود هو تحالف، هو الذي أنشأ الإمبراطورية البريطانية، لا تزال ترى منذ وعد بلفور مأساة فلسطين بدأت من بريطانيا 1917، ثم بعد ذلك في الخمسينيات بعد الحرب العالمية الثانية استلمت الدفة الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يتناوبوا في كل المشاريع، هم غزوا العراق كلاهما بدون الرجوع إلى الأمم المتحدة، وبالتالي وهم يذهبوا إلى كل الحروب سوية، وبالتالي هذا حلف للشر موجود، وهو دائما مناهض للقضايا العربية والإسلامية ومناهض لقضية فلسطين.
وبالتالي هم دعم واضح شاهدنا ريتشي سوناك يذهب إلى مباشرة إلى كيان الاحتلال، وكذلك جو بايدن، وكل هذا الحلف البائس. من الواضح أن هناك تحول جيوسياسي، هناك صعود للصين، هناك صعود لدول أخرى إقليمية، وبالتالي تخوف من هذه الدول الكولونيالية الاستعمارية التقليدية والإمبريالية، تخوف من تحول موازين القوى، وبالتالي هي وضعت كل ثقلها خلف هذا الكيان الاستعماري الذي ينفذ إبادة جماعية في ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عام. يعني هذا نهج التطهير العرقي ونهج القتل انتهى، لكن هو بالنسبة يعني ضيفك واضح أنه يقرأ من كتاب آخر، يعني هو لا يدرك بأنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إسرائيل يجب أن توقف الحرب لأنها لم تحقق أي من الأهداف ولم تستطيع تحقيق أي من الأهداف، وأن الدول العربية تدرك ومنها السعودية أن هذا الأمر غير ممكن بدون أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية. وجود حل لا يمكن أن يكون استقرار، أما أن يقول أمثال نتنياهو والصهاينة بأنه يجب ضيفك يريد أن يقبل الناس في الواقع، ما هو الواقع هذا؟ كيف يمكن لهذا الشعب الذي هو يعني يناضل على مدى خمسة ويقدم آلاف شهداء والأسرى، كيف يعني هذه الأطروحة البائسة؟ طيب أستاذ حسن، أود أن أسأل عن نقطة، أنه أكيد اطلعت على البيان الذي خرجت به الجماعة في الحوثيين يعني في اليمن، قالوا بأنه كل الأهداف الأمريكية والبريطانية يعني ربما نستهدفها بأي لحظة ومن غير السفن التي لها علاقة وارتباط في إسرائيل في البحر الأحمر، الآن هي تحت قائمة الإرهاب من جديد، ماذا يعني هذا بالنسبة للحوثيين؟ يعني هل هذا سيؤدي إلى استهدافات أكبر من قبل الحوثيين ورد أكبر من قبل أمريكا وبريطانيا أم كيف؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية فقط تريد أن تظهر نوع من التضامن مع إسرائيل، وتريد أن تحمي هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني وتحمي مصالحها في المنطقة، وبالتالي تدافع عن مصالحها قبل مصالح إسرائيل، هي تريد أن يعني بهذا، لكنه لن تستطيع. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة، نعلم أنها قد أنهت يعني عام 2021 بعد الاتفاق مع طالبان والانسحاب من أفغانستان والهزيمة المذلة والطريقة البائسة التي خرجت بها من أفغانستان، وتدرك أنها ليست في وارد أن تغيرت ما يسمى تكتيك الإرهاب، انتهت حروب الأبدية وبالتالي إرسال قوات على الأرض وبدأت تعتمد على ما يسمى ما أطلق عليها الأمن القومي الأمريكي وبايدن الاستراتيجية عبر الأفق بالاعتماد على الاستخبارات والطائرات المسيرة من بعيد، وبالتالي هي قد تنفذ بعض الضربات، لكنها في دولة كاليمن أصلا هي يعني هناك البنى التحتية الكبيرة لا تشكل أي خطر، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تورطت ولا تستطيع، قد تنفذ بعض الضربات لكنها لن تحدث أي فارق، وأعتقد بأنها أججت الوضع أكثر، وبالتالي الحوثيين مستعدون فعلا للتنفيذ. هذه ليست يعني أنت ترى أستاذ حسن بأنه الحل العسكري مع الحوثيين وفرض العقوبات هذا يجدي نفعا معهم أم لا؟ يجب استخدام أساليب أخرى مثلا عن طريق حظر وتجميد أموالهم، تعاملاتهم، سفرهم وإلى آخره، يعني بطريقة أو بأخرى استخدام أسلوب غير الأسلوب العسكري؟ نعم، هذه المقاربة الوسطية اللي طرحت منذ البداية، اللي كانت عندما وضع على مدى سنوات في النقاش بالتعامل مع الحوثيين كان هناك إنه مقاربة. هو الآن هو حاولوا أن ليس بالأمر التنفيذي يعني 12/13/224 اللي هو بعد 11 سبتمبر، إنما بأمر تنفيذي مختلف اللي هو جماعات مصنفة كمنظمات إرهابية، بمعنى لا تلاحق جنائيا كأفراد وبالتالي لا ينطبق عليها التصنيف المعروف للمنظمات الإرهابية بشكل عام، وبالتالي هم يحاولوا أن يتناولوا مقاربة وسيطة، وبالتالي حتى نعلم أنه جيك سيروفان يعني بلينكين تحدثوا بأنه هذه هي مهلة لمدة 30 يوم، يعني حتى قد يكون هناك سترفع، بمعنى لا أعتقد أنه هذا سيدوم، لأنه الجميع يعلم أنه هذا هو مزعج للاستقرار، وكما قلت الأهم أن الدول في المنطقة التي هي دخلت في حرب مع الحوثيين في اليمن ترفض مثل هذا، يعني في أوج الحرب عندما كان هناك ممكنا أن تكون تصنف وبالتالي مزيد الضغط لم تفعل ذلك، لأنه كما قلت أمريكا كانت تنظر إلى اليمن لا يهمها شيء في اليمن إلا مسألة كانت الإرهاب العابر للحدود اللي تمثل تنظيم القاعدة وداعش، وبالتالي هذا هو يشير إلى اختلال المقاربة الأمريكية، وأن الدول العربية بما فيها السعودية بدأت تدرك هذه الاختلالات وبالتالي لا تستجيب لكل هذه الضغوطات. لا أعتقد أنه هذه
يعني بمعنى هل هذا سيمنع السعودية من يعني من استكمال ما بدأته الآن من مفاوضات مع الحوثيين وكذلك مع إيران؟ هي أدركت منذ 2019 بشكل واضح بعد ضرب أرامكو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه كثيرا بكل هذا، تأبه بمصالحها ومصالح حليفتها الاستراتيجية لا. إسرائيل. وبالتالي أعتقد بأنه الأمور يعني لن تردع الحوثيين، بل على العكس، وأعتقد أنهم أعطوا نفسهم مهلة 30 يوم الأمريكان، ثم بعد ذلك سيغيروا هذا التصميم. هم قالوا أنه هو سيكون تحت التقييم حتى هذا الموضوع. هذا ما سمح به الوقت. أستاذ حسن أبو هنية الخبير في شؤون الجماعات المتشددة كنت معنا من عمان، شكرا لك. ومن لندن كان معنا الدكتور وفيق مصطفى رئيس المنظمة العربية البريطانية، شكرا لك دكتور. ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله.